السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قد بشرت بقدومكم ريح السماء. أهلا بكم يا زائرين ومرحبا، تشرفنا مرة أخرى بحضوركم. شكرا لحضوركم معنا وشكرا لبقائكم معنا. والآن بدون إطالة ندعو السيد عادل نحاوة، ويكيميديا منذ سنة 2009 وإداري في ويكي مصدر، وهو كذلك من منظمين هذا المؤتمر، مؤتمر ويكي عربية بالجزائر. إذا تفضل معنا السيد عادل نحاوة حول موضوع تفعيل ويكي مصدر العربية. تشرفنا بحضورك معنا اليوم، شكرا لك. شكرا لكم، شكرا بالحضور لجميع الحضور. يمكنني كما قدمت لي، فأنا محرر منذ 2009 واشتغلت كثيرا مع ويكيبيديا الفرنسية ثم ويكيبيديا العربية. أخيرا عندما عن المعلومات عن الكتب عن ذلك صادفت أن وجدت ويكي مصدر، ذاك المشروع المجهول عندي أنا، ووجدت أنه أيضا مجهولا عند غيرهم. لذلك على نفسي على الأقل أن أقدم لما نحن لا نفعله، لأنه فعلا مشروع عظيم. فهذه مقدمة أو مداخلة لمعرفة هذه الحيثيات وهذا الموضوع. إذن موضوع مداخلتي هو في كيفية تفعيل ويكي مصدر العربية. ربما سأطيل نوعا ما في هذا الشريحة، لكن وجدت أنني يمكن أن أذكر لماذا هذا الموضوع. فالموضوع كما قلت سابقا أتى عن طريق بحثي عن المعلومات من المصادر المرفوقة في مقالات ويكيبيديا. فكثيرا ما أجد نفسي عرضة للبحث الطويل المضني عن معلومة ما في كتاب، ولكن الكتب المكتوبة باللغة العربية غالبتها عبارة عن صور للصفحات، أي إمكانية البحث قد تكون دقيقة جدا، وهي تتطلب في بعض الأحيان صفحات إيجاد معلومة ما. وربما نجد غير مصورة فيها نصوص ولكن حجمها كبير جدا، قد يتطلب آخر في التحميل. نحن في الوطن العربي بأن قوة الإنترنت ضعيفة جدا وتحميلها يكون صعبا. لذلك وجدت أن ويكي مصدر ذات منبع كبير، حيث أن كل الكتب وقابلة للبحث، وهي أيضا مقسمة إلى عدة صفحات يمكن بسهولة تحميلها. لكن ما وجدته أن غالبية الكتب هي نصوص واقع مجهول، لا ندري من أين. فإذا سنعود إلى النقطة، وهي قابلية التحقق. هل فعلا المعلومة الموجودة في ويكي مصدر في نسخها هل هي معلومة فعلا موثوقة؟ لكن عندما تتفحص ويكي مصدر مثلا الفرنسية وجدت أن هناك آلاف الكتب المصورة تقابلها صفحات عدة من النصوص والتي يمكن التحقق منها. بمعنى آخر أنه يمكن ببساطة التحقق فعلا أن المعلومة هي عبارة عن معلومة كاملة منسوخة من الكتب وليست عبارة عن كتابة أو تغيير أو تحوير. لذلك لذا وجدت أن جاءتني فكرة لما ليس لدينا نفس الأمر. نحن في ويكيبيديا العربية ليس لدينا هذا الأمر العظيم. الشروع في طرح الموضوع، دعونا نتعرف أولا عن ويكي مصدر. ما هي ويكي مصدر؟ ويكي مصدر
بالتعريف هي مكتبة رقمية متصلة بالشبكة العنكبوتية مفتوحة للجميع. هدفها جمع وتخزين النصوص الملكية العامة. وهنا نؤكد نصوص الملكية العامة المنشورة هي أن معظمها وليست تجعل النصوص ذات ملكية عامة إذا جاز عنها 50 سنة منذ وفاة آخر المؤلف فيها. ولذلك نجد أنه مثلا الجزائر، مصر، سوريا، لبنان، كل كتاب صادر عن مؤلف أو مجموعة من المؤلفين كان آخر من توفى فيهم سنة 1970 هو بطبيعة الحال نص حر. وتصوري كم من كتاب طبع في الوطن العربي قبل 1971، هي عبارة عن الآلاف. ولكن حاليا لا توجد إلا نسخ مصورة منها موزعة في جميع المواقع، ولكن يمكن أن نستغلها لأن عبارة عن صورة. ثانيا ويكي مصدر العربية بدأت في نوفمبر 2000 نصوص حرة داعمة بمقالات ويكيبيديا مؤسسة ويكيبيديا، سميت أولا بمشروع سورسبيرغ كمحاولة لنحت مما يعرف باسم غوتنبرغ، ثم تغير اسمها لمشروع حالي. فما هي الوضعية الحالية؟ الوضعية الحالية باختصار مفيد في 2018 يعني حتى 2020 هناك سوى كتب مفهرسة، لكن بمجهود فردي ولمدة شهرين كان من بلوغ 52 كتاب مفهرس. تلاحظون هنا هذه هي الكتب المفهرسة وتقريبا النتيجة هي 52 كتاب. رغم أن ويكي مصدر توجد ضمن العشر الأوائل حسب عدد الصفحات المقدر ب 81,000 صفحة، لكن هناك فقط 171 صفحة موفقة بما يطابقها من المطبوع. فإذا أخذنا هذا الترتيب من باب حسب الفرصة سنجد أن ويكي مصدر العربية تتغير الترتيب فيما يخص هذا العدد، حيث يوجد 3290 صفحة منها 442، وهذا لتفقط عمل ما قمنا به في مدة شهرين بشخص بعمل فردي، في حين الفرنسية تقريبا يوجد 3 ملايين صفحة منها 2.2 مليون مدققة و 600,000 مراجعة. إذن البون شاسع جدا. ما هو رأيك؟ نتعامل حاليا مع ويكي مصدر كأنه مشروع في الويكيبيديا العربية، أي بنفس الأدوات تحرير، تعديل، قبول، عدم قبول. كمثال على ذلك في ويكي مصدر سابقا كنا نقوم بمراجعة النص ثم نضع له حماية، في حين أنه في ويكي مصدر نراجع الكتاب تثبت أنه مثل ما يوجد في الكتاب الصادر ونغلق التعديل على اعتباره نصا مراجعة. هذا كلام نقلته من الميدان حيث قام به الزميل حلموني في 2012، لكن من 2018 حتى 2021 كان الصدى ضعيفا جدا، تمنينا أن يكون صدى أكثر من ذلك. والحل إذا فما هو الحل؟ الحل رغم أن ويكيبيديا العربية حاليا تشتكي من قلة المساهمين، لكن معظم المشاريع والمسابقات موجهة إليها، أفلم يئن الأوان لتوجيه الدفة نحو ويكي مصدر؟ فالأدوات متوفرة والكتب في النطاق العام كما قلت سابقا متوفرة أيضا، ويمكن تحميلها بسهولة على الكومنس بوضع قوالب بسيطة يمكننا أن نساعد فيها. كما يمكننا أيضا أو يمكن توفير الدعم التقني لمواكبة من يريد أن يتطوع، ونحن هنا نستطيع أن نواكب أي شخص، أي مستخدم، أي متطوع لفهرسة الكتب والقيام بذلك. ولمعرفة مثال بسيط عن كيفية صناعة المحتوى في ويكي مصدر أعطيكم لمحة بسيطة.
فمثلا هنا ما هي المراحل، نستطيع ان نقول ما هي المهم او الخطوات. فالمرحله الاولى وهي اهم مرحله لكنها بسيطه هي الرفع. فاول الخطوات رفع الكتاب المرادفه نصفه. ومن بين النصائح ان نضع عنوان الكتاب بالعربيه دون تحويل، بمعنى اخر مثلا عندي هنا تاريخ الفلسفه اليونانيه، ان نكتب تاريخ الفلسفه اليونانيه، لا نقول الفلسفه اليونانيه تاريخ او غير ذلك، وذلك للخطوات الاتيه لتكون اسهل. واضافه سنه النشر ودار النشر ان كانت هناك عده طبعات في نفس السنه. فمثلا هنا لدي طبعتان لنفس الكتاب لنفس المؤلف وحتى لنفس وهي لجنه التاليف والترجمه والنشر. فنجد مثلا الطبعة الأولى وهي طبعة 1936 للجنة التأليف والترجمة، أما الثانية فهي طبعا لنفس دار النشر لكنها طبعة 1946. إذا بمجرد أن نكتب تاريخ، نكتب عنوان، العنوان مثلا تاريخ الفلسفة اليونانية بين قوسين 1936 يوسف كرم المؤلف، هنا معلومة زائدة لأنه ممكن أن نجد المعلومات في الكتاب الثاني، الفرق هو فقط في سنة النشر. إذا لدينا كتابين. قد يتساءل الواحد منا لماذا هناك طبعتين أو كتابين؟ في من الأحيان عند الاستدلال بمعلومات معينة يمكن أن تتغير المعلومة من طبعة إلى أخرى، فتكون الطبعة الأولى بمعلومة مختلفة عن المعلومة الثانية. لذلك نحن هنا في مرحلة التوثيق، والتوثيق يستلزم منا أن تكون المعلومة مطابقة للمصدر. فإذا قلنا بأن المعلومة الفلانية فهي من الكتاب الفلاني، لكن في أي طبعة؟ لأنه في كثير من الأحيان قد تكون المعلومة ملغاة، أو أن الكاتب قد ألغاها أو غيرها أو غير ذلك، وقد نختلف في ذلك. لذلك دوما يجب أن تكون لدينا المصادر ليست فقط اسم وعنوان الكتاب ومؤلفه، بل حتى سنة التأليف، أي الطبعة، طبعة أولى، طبعة ثانية، طبعة ثالثة. في بعض الأحيان تكون طبعتان في سنة واحدة، في بعض الأحيان قد يكون دارين نشر في نفس السنة. إذا كل هذه المعلومات يجب أن توجد. يمكن أن نختصرها كما قلت سابقا، وهذا هو العرف المتبع في الويكي مصادر الأخرى التي تحتوي على آلاف الكتب، وهي عادة يضعون العنوان والسنة. الخطوة الثانية بعدما رفعنا الكتاب إلى الكومنز، مجرد إضافة النطاق فهرس كما ترون هنا، كلمة فهرس نقطتين هو نطاق أمام اسم الكتاب، فإنه مباشرة يمكن إنشاء هذه الصفحة، وستظهر لكم على اليمين، وهي عبارة عن معلومات أساسية نضعها. لكن أهم معلومة أو أهم شيء هي كلمة باج ليست الأخيرة الموجودة في الصفحات. أما باقي المعلومات فهي معلومات توضيحية وليست ضرورية، مثلا المؤلف، العنوان، سنة النشر، الناشر، المصدر، صور الغلاف إلى غير ذلك. فهي هذه كلها عبارة عن معلومات غير ضرورية، يمكن الاكتفاء فقط بالمعلومات الصفحات، لأن هنا نضع بيج ليست في أن يظهر لنا ما هو على اليسار، أي كما ترون يقوم ويكي مصدر آليا بعد الصفحات كلها. مثلا هنا عندنا من الصفحة الواحدة حتى الصفحة 258، كذلك نجد الصورة، نجد إلى غير ذلك، فيصبح لدينا ما يسمى فهرس أو كتاب مفهرس. إذا أتممنا هذه الخطوة بطبيعة الحال ستجدون أن أنا وضعت هنا بأن توجد ما هو باللون الأصفر الأحمر، ستجدون أغلبيتها مكتوبة بأرقام باللون الأحمر، بمعنى آخر اللون الأحمر، الأرقام المكتوبة باللون الأحمر بخلفية بيضاء معناه الصفحة لم تنشأ بعد. تأتي الخطوة الثانية وهي خطوة نستطيع أن نقول هي أثقل وأصعب وأطول خطوة، وهي إنشاء الصفحات. فيما سبق قبل ظهور ما يعرف ب
معرفة النصوص ومعرفة النصوص والسياق الفرنسية بكونيسونس دي كاركتير اوتوماتيك، ما هو متعارف عليه بالمحارف نستطيع بالأداة، وهي أداة وضعتها جوجل مجانا كمصدر، نقوم مباشرة بمعرفة، يعني تشوف الصفحة اللي على اليمين لا يوجد شيء، هذه عند إنشاء أول مرة عند الضغط على الرابط الأحمر، ثم نقوم بالمحارف فيقوم بطريقة أخرى بمعرفة النصوص الموجودة. الخطوة هذه هي سهلة في بدء، لكن الصعوبة لأنه تعريف المحارف والنصوص باللغة العربية ما زال في بداياته، يعني سنجد أخطاء كثيرة، وترجع أيضا إلى مدى دقة التصوير وعدم وجود نقاط أو تشويشات أو غير ذلك. لذلك سنجد أنه سيكون هناك عمل جبار، لكن المطلوب حاليا هو على الأقل أن نقوم بنقل الكتب وفهرستها والقيام بتعريف المحارف، لأنه يعني يتطلب نوعا ما وقت، وبذلك تكون الخطوة الأولى قد أتممت. فيما بعد يمكن بعض الأمور مثل ما نسميه العنوان النفسي، هذا يمكن أن يكون آلي، مثل ذيل يمكن أن يكون آلي، توجد أمور كثيرة يمكن أن تكون آلية، لكن قراءة وإعادة قراءة النصوص هو الأمر الذي يتطلب وقتا ويتطلب متطورا. فيما بعد لذلك وضعت ويكي مصدر عدة مراحل لمراجعة هذه الصفحات، وقد أعطتها ألوانا وأسماء لكي يتم مراجعتها بسهولة. إذ نجد أن المراحل المراجعة، المرحلة الأولى التي كنت أتكلم عنها وهي الإنشاء، وتكون غير مدققة، لذلك أنا أدعو كل من يستطيع أن يساعدنا في إنشاء صفحات الكتب، توجد أكثر من 52 كتاب وأتمنى أن يكون أكثر، وأنا مستعد لأن أكثر، أن يقوم بإنشاء هذه الصفحات، أن يقوم ليس بالتدقيق الكثير وينشئها ويجعلها منشأة غير مدققة، وسيأتي حتما آخر فيقوم بتدقيقها، أي مراجعة النصوص هل هي فعلا مطابقة لما هو مستنسخ. وفي الأخير قد يأتي أحدهم خبير، وهنا يجب أن يكون لديه صلاحية مراجع في ويكي مصدر، أن يقوم بمقطة أخيرة ويقوم بجعلها مراجعة. في هذه الحالة إذا كانت مراجعة لا يمكن التراجع عن النصوص إلا إذا كان صاحبها صاحب له صلاحية مراجع. بمعنى آخر إذا مرت الصفحة ثلاث مراحل تصبح محمية بطريقة غير مباشرة. يمكن أنه في ويكيبيديا الإنجليزية لديهم نظرة مختلفة نوعا ما، أنهم يعدون عدد المراجعات، يعني مراجعة خضراء مرة مرتين اثنين ثلاث أربع، وتصبح كلما كان عدد المراجعات أكثر كلما تكون أكثر دقة. إضافة لذلك لدينا حالتين خاصتين، وهما حالة دون نص، توجد كثير من الصفحات، مثلا لاحظوا أن الصفحة الأولى رقم واحد المظللة المظللة باللون الرمادي فهي صفحة بدون نص، أي لا تحتوي على نص ولا تعد صفحة ولا تحتاج لا إلى التدقيق ولا غيره. ولنا أيضا صفحة بها مشاكل وهي القفل الثالثة، وكنت ملونة بالرماد الغامق، وهنا إذا كان سواء صفحة الكتاب غير مرئية جيدا أو غير قابلة أو فيها مشكل مثل اللغة، فيها أي مشكل، نضع لها هذا البيان أن بها مشاكل، ليقوم أحدهم بحل هذا المشكل، وبذلك عند الانتهاء من ذلك يمكن أن يكون لدينا ما ترونه الآن. مثلا هنا في هذه الصفحة لدينا تقريبا 64 صفحة منشأة، فيها صفحتان غير مدققتان وفيها صفحة بدون نص، والبقية ما زالت. الغرض أنه في الأخير هو إنشاء نسخة للكتاب، لأنه يعني فيما سبق هو نسخة للمطبوع وليس للكتاب،
النسخه للمطبوع انه يوافق المطبوع، لكن اهم غرض فيما بعد هو اننا ننشئ نسخه من الكتاب قابله للقراءه للبحث حتى للرفع او حتى للطبع، ولكن عن طريق الطبع او حتى ان نجعله، لانه لو لاحظتم حاليا تقرا الكتب بالقارئ الالي او القارئ في سمارت فون، لذلك توجد اصبحت ما يسمى بي دي اف غير عمليه، كان نسخه الاي بي التي هي اسهل القراءه. اذا لو اننا قمنا فقط انه يبقى في حاله الاصليه سيبقى دائما المشكله، لكن اذا جعلناه كتابا اي يصبح كتاب قابل للتنزيل، اسمع الكتابه لانه المهم هذه نسخه عن كتاب، وهنا تصبح تشبه كالمقالة في الويكيبيديا. الأمر سهل، إذا كنا اتخذنا في الأول فهرسة الكتب، أي تشبيه؟ إذا جعلنا فيما عندما ننهي من فهرسة الكتب وإنشاء الصفحات، ستجدون أنه إنشاء هذه الصفحة سهل جدا، هي مجرد عبارة عن كود سهل بسيط، نكتب فيه فقط بعض عنوان الصفحة، الصفحة السابقة، الصفحة التالية، ونضع فيها كود بسيط جدا من الصفحة إلى الصفحة، فتنشأ آليا ويصبح لدينا كتاب. شكرا لحضوركم، وإذا هناك أسئلة فنحن مستعدون لأي شرح. وأسف على الصوت. شكرا لك استاذ على هذه المداخله، اذا عندكم اسئله تفضلوا اغتنموا الفرصه. بالحقيقه التشويش كثير، حاولت اتابع اكثر جلسه. تفضلي هناك سؤال. عادل بالنسبه اوكي بالنسبه لويكي مصدر، يعني هو من المشاريع اللي انت يعني قدمتها بشكل انه نحن عم نعاني بمجتمعنا انه ما في كثير مساهمات فيها. الشرح اللي قدمته هلا يعني هو بعيد جدا عن كل شيء نحن بنشتغله بويكيبيديا وتحرير الصفحات او أعيد السؤال ولا الكلام؟ سمعتني عادل؟ مشاركينا الكرام، راح حاضر معنا الأستاذ عادل وراح يجيب على أسئلتكم، تفضلوا. مرحبا وشكرا جزيلا على التقديم هذا. بالنسبة لويكي مصدر مثل ما يعني بتعرف أكثر منا أنه هي من المشاريع الخاملة، ولحديث يعني من فترة قريبة بلشت نشاط وتركيز عليها أكثر، كيف نحن ممكن أن نسلط الضوء على هالمشروع برأيك؟ في رأيي أنه هذه أول مبادرة، يعني نشكرك نانور، يعني تيلي شجعتينا في الأول كي حبيتي تتعلمي، حسيت بلي كاين ناس حابة تتعلم وكاين آخرون أيضا طلبوا مني، لذلك أنا حبيت نكثروا من هذه اللقاءات، لأنه إذا كل مرة قمنا بورشة بلقاء بأي حاجة نبين بساطة الأمر أنه أمر بسيط يتطلب جهد قليل والمنفعة تكون كبيرة. كثير من الناس اللي تتحدث معاه أو نتكلم له على البساطة كما يقولوا بين قوسين يقول لك هذا فقط، هذا ما يمكن أن نفعله. لذلك أول خطوة نقوم بها هي نشر مفهوم ويكي مصدر على جميع العموم ونبين الفائدة تاعو وسهولة الأمر. هو سهل الأمر،
صعوبته فقط قد تأتي من العمل، يعني من كثرة العمل. هو يختلف عن غيره أنه يتطلب جهد أكبر، ولكن لا يتطلب بحوثا كثيرة أو غير ذلك. يعني بمعنى واحد مثله مثل كل الأشياء، لما ما بنعرف عنها شيء نحن بنحسها كتير صعبة وبدها كتير شغل، بمجرد أنها تتبسط أكثر. يعني كيف ممكن نحن نفعلها أكثر لتكون مشروع أنه لأهميتها، لأنها هي مهمة كتير. المواد متوفرة مثلا هلأ، إذا أن نحن بدنا نشتغل على أي مقالة، إذا أنا ما بد وهذا الغرض، أنا ماذا قمت به في المدة الأخيرة، وبدأت أبحث عن الكتب، بدأت أقوم بفهرستها، ولم أتمم كجميع الكتب أو غير ذلك، لأنه ليس الغرض أن أقوم بالعمل وحدي، ولكن أردت أن أخلق ما يسمى قاعدة بيانات، طريقة عمل وتكون موجودة. يكفي فقط أن نظهرها للعلن، نظهرها للأشخاص، للمستخدمين. وأنا أعتقد أنه أفضل طريقة أنه نحاول قدر الإمكان إثراء هذه الويكيبيديا، ويكي مصدر بأكبر عدد. مؤخرا بحثت في أرشيف، وجدت أنه توجد آلاف الكتب العربية التي انتهت الملكية الخاصة. بمعنى آخر، نستطيع أن نرفع آلاف الكتب، ونستطيع أن نجعل منها آلافا من المقالات. وأمر آخر، يمكن إذا مرت فترة واستطعنا أن نجعل من الأمر سابينا، يمكن طرحه في ميدان ويكيبيديا، وجعل الاستشهاد بالمراجع يكون إجباريا إلى ويكي مصدر إذا كان هناك مصدر. بمعنى آخر، فبدلا من أن جميع، إذا كان الكتاب موجود، الكتاب أو المصدر موجود في ويكي مصدر، فلما يكون الاستشهاد في مواقع من مواقع أخرى؟ ليس لا نجعله إجباريا، ولكن نجعله تقريبا أمر محبذ. ويمكن فيما بعد إذا كانت مرحلة ثالثة نستطيع أن نجعله آلي، بحيث أنه مثل بوتات الموجودة أن تجعل المصادر المستشهد بها مثل من مواقع أخرى، وموجود مكافئ لها في ويكي مصدر يغير المسار ويجعل ويكي مصدر. وهذه طريقة أنا أعتقد من بين الحلول التي تجعل كثير من المحررين كما نقول يتظهر لهم ويكي مصدر. يعني شيء جيد كتير اكتشافك للعديد من الكتب، يعني عم تقول آلاف كتب متوفرة، يعني مادة العمل موجودة، هي مادة العمل موجودة. إذا قدرنا نحن ننظم أو نكون مجموعة تهتم أو تبلش أو تبدأ عملها بويكي مصدر. لكن هالكتب هي يعني جدا قديمة، مثلا اليوم بمداخلة الصبح مع مريانا ذكرت ندى أنه هي من غزة ولا تتوفر عندها من المكتبات أو الوصول للكتب الموثوقة أو المصادر الموثوقة. لكن زي الكتب كتير قديمة، يعني ما فينا نستفاد منها نحن بأنه نستشهد بجميعها غير بالأمور التاريخية مثلا أو بالمقالات التاريخية، صح؟ لا، الأمر مختلف نوعا ما، لأنه حقوق التأليف والنشر مختلفة نوعا ما، لأنه في الولايات المتحدة حقوق النشر تنتهي في تقريبا 1921. لذلك كل الكتب التي ترفع أو توضع في ويكي مصدر الإنجليزية يجب أن يكون صادرا قبل سنة 1920. الأمر ليس موجود عندنا نحن في الدول العربية، أغلب الدول العربية وذكرت أسماءها، ما عدا المغرب 70 سنة، السعودية 60 سنة، باقي الدول تقريبا باقي الدول 50 سنة، يعني 1971. تخيلي معي مثلا فقط للعقاد محمد عباس العقاد، كتبه كلها في النطاق العام. كتب الفلسفة مثل كتب يوسف كرم، وجدت كتب كثيرة من العلوم الأساسية، كتب التاريخية اللي نتكلم عنها بطبيعة الحال راح تكون قديمة،
احنا اذا استطعنا فقط كتب التاريخ، التراث، الفلسفة، الادب، ثقافات الشعوب الى غير ذلك، هذه كتب كلها حاليا موجودة في النطاق العام. تخيلي معي لو استطعنا ان نجلب هذه الالاف كتب فهو عمل جبار. يعني انا لما اقول استشهد، نحن لا نتكلم عن الشخصيات الحالية أو ما حتى الشخصيات القديمة، لأن توجد كتب كتبت عن الملوك، عن الأمراء، عن الحكام في السبعينات، في الستينات، يمكن نتكلم الثورات العربية. مؤخرا وجدت تقريبا مئات الكتب عن الثورات العربية، الثورات العربية، وهي كتب عظيمة، يعني كتب يمكن أن نؤرخ بها، أن نجعل بها حتى للتراث إلى غير ذلك. وجدت كتابا مثلا مكتوب بلغة لهجة محلية صادر في 1906، وهذا من التراث إلى غير ذلك، مثل الأشعار. يعني المجال واسع. ونزيد نعاود نأكد، لذلك أنا ذكرت الفرنسية، لأن الإنجليزية عندهم مشكلة، لأن نفس الفرنسيين عندهم 70 سنة، يعني كل ما صدر قبل 1951 عند الفرنسيين فهو في النطاق العام. لذلك تجدين أن الويكي الفرنسية أكبر بكثير من الويكي إنجليزية. إنجليزية المصدر. أوكي. تعرف يعني الأسئلة هي لأنه يعني بتعرف أنه أنا نشاطي أكثر شيء كمان مركز على الورشات والعمل بالورشات، يعني أنه لتكون الصورة أوضح بذهني. مثلا لو كتاب 500 صفحة فرضا، كم ساعة عمل تقريبي إذا أنت حسبت، إذا حسبت العمل يعني كتاب كامل لتوثيقه على ويكي مصدر حوالي 500 صفحة، يعني كم من الوقت يأخذ بهذه الطريقة؟ لو حسبنا الطريقة، أولا المرحلة الأولى هي الفهرسة، يعني إنشاء الصفحات الغير مدققة حسب طبيعة الكتاب. حتى ولو كانت 500 صفحة أقول لك يعني 24 ساعة، يعني يوم يومان يكون الكتاب مفهرسا بأكمله. لكن من تجربتي مع ويكي فرنسية ليعملوا بعمل منسق، يعني يدقق، يخرج صفحة ثم يدققها ثم يراجعها، قد يستغرق حتى أسبوع من العمل من شخصين أو ثلاث بفترات متقطعة، يعني بمقدار ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات في اليوم على الأكثر. يعني حاليا لأتدرب جيدا على ويكي مصدر، أنا أقوم بمساعدة فريق في ويكي فرنسية بفهرسة كتاب، ونحن ثلاثة أقوم بإنشاء صفحات، أحدهم يقوم بالتدقيق والآخر يقوم بالمراجعة. لحد الساعة في مدة أسبوع هذا نحن فاتحين 4 كتب، يعني 4 أجزاء كتب، كل جزء في تقريبا 250 صفحة. الأول تقولي نكاد ننهيه، الثاني والثالث الرابع مفهرس. بمعنى آخر هذا يرجع حتى لنوعية الكتاب، نوعية مثلا الكتاب فيه نص خام بدون معادلات، بدون صور، بدون، سيكون سهل جدا. أما إذا كان الكتاب فيه صور، فيه إليستريشن، في أي حاجة، في هذا يتطلب نوعا ما الوقت، لكن نستطيع يعني بجهد. أنا أعطيتك مثال بال 52 كتاب بمجهود شخصي قمت فيه في شهرين، متخيل الأمر لو كان معنا 1000 مستخدم سنقوم في شهرين ب 50,000. صعب الألف مستخدم، لكن ممكن نحكي عن 10 يعني بورشة 10 أشخاص لو قدرنا نحن. الشيء مشجع كتير، وبتمنى قريبا نتعاون عادل، يعني هذا نعمل له مثل ورشة صغيرة، تحدد لنا كتب يعني نبلش نحن فيها ونعمل إعلان ومباشر، يعني من بدال مثل ما أنت يعني فكرة اليوم لقائك هو لتسليط الضوء ولجذب أكثر اهتمامنا، فيعني ممكن نحن ننتقل لخطوة عملية أكثر بهالمجال.
وتزودنا بالمادة والمواد العمل وتزودنا بالإنستراكشن يعني شو بدنا نشتغل ماذا سنشتغل كيف هي العمل يعني الخطوات وما إلى ذلك. هي دعوة فعلا يعني هذوية هي أنا أردت أن أسلط الضوء على هذا الأمر وتلقيت يعني كثير من التجاوب وأنا مستعد يعني وهذه دعوة وراني مستعد يعني لأي ورشة لأي عمل فيما يخص ويكي مصدر ومستعد حتى نعيد الورشة نعيد المراحل أبسط ما يمكن وبطبيعة الحال يعني أنا في حد ذاتي أني نتدرب يعني قلت لك أني في ويكي مصدر الفرنسية نتدرب معهم إذا أنا مستعد وهذه دعوة راح نعاودها ونعاودك دعوة لكل واحد يحب نقوم بورشة ونعاون فيها يمكن تحديدها. لذلك مثلا الأخت ندى تطلب ما هي الصيغة الأصلية للكتاب قبل أن تنقل. الصيغة هي مش الصيغة هي بي دي اف يعني مصور كتاب مصور يكون الكتاب مصور بصيغة بي دي اف أو مثلا ديجا فيو كاين صيغ أخرى معروف ومتعارف عليه الصيغ المشهورة كثيرا هي البي دي اف يكون مصورا حتى لو يكون فيه نصوص أصلا فيها نص. لذلك أنا راح نزيد نستغل فرصة أخرى في بعض الأحيان تكون نصوص حرة في مواقع أخرى إحنا وش نقوم في هذه الحالة وتكون العملية أسرع وأسهل أنا نقوم بالكتاب المصور نفهرسه وننقل الكتب ننقل النصوص الحرة الموجودة في المواقع الأخرى ولكن بشرط واحد المطابقة ثم المطابقة ثم المطابقة لأنه لا نقفل على الصفحة حتى نراجعها ونزيد نعاود يعني لأي عنده أي كتاب عنده أي حاجة سواء للرفع للمساعدة يعني يوزر نيم تاعي نحاوة معروفها معروف نانور يمكن كان ثاني معروف يمكن مراسلتي في أي لحظة ومستعد لأي ورشة وأي عمل جماعي. يمكن زيد نقطة ندى ما بعرف إذا سمعتها من قبل بالتقديم عادل أنه الكتب لازم هي تكون بنطاق العام يعني لا ليست بنطاق الخاص أنه ملكية عامة لازم تكون الكتب صح عادل؟ لا الملكية عامة هذه دي احنا اشترطنا في ويكي مصدر أن تنقل إلى الكومنس اسمع عملية تدقيق الملكيه العامه تكون كومنس يعني احنا ما نكون يعني من الافضل ما ننقلوش كتاب ماهوش في النطاق العام لانه سيحذف في الكومنس واذا حذف في الكومنس راح يولي لنا مشكل في ويكي مصدر بمعنى ذلك سيصبح لنا كتاب وليس له مطابق. كاين سؤال هنا مثلا يقول لك هل يمكن ان يدقق صحه نقل كتاب معين معه الكتاب اذا رفع في الكومنز راح يكون عنده مصدر لانه يجب ان يكون مصدر احنا راح ندقوا هل المصدر الذي اخذ منه الكتاب هو نفسه وتبقى العهده على المصدر. بالنسبه للمجله الثقافيه القديمه نفس الشيء جيد اننا نعمل في المجلات الثقافيه كاين حاليا مجلتين مثلا كما مجله الرساله القبص الى غير ذلك هي موجوده في ويكي مصدر ولكن بدون مقابل لها من المصور. لذلك سؤال الزميلة ميرفت أنه يمكن أن نعمل على هذه في المجلات الثقافية القديمة وتوجد نمط معين في كيفية نقلها لأنه عبارة عن هنا راح يكون عندي عمل زائد وهو إيجاد القوالب المناسبة ولكن ليس بالأمر صعب المهم تكون هناك كون هناك طموح كون هناك شهادك. المهم وقتنا يمكن أنه انتهى نعيد راني يمكن الأغلبية يعرفون اليوزر نيم تاعي يمكن مراسلتي يمكن إلى غير ذلك لنقوم أي ورشة تريدونها وأنا وشكرا.
شكرا لك استاذ عادل على هذه المداخله، شكرا على جميع المعلومات اللي قدمتها لنا، الله يعطيك الصحه ويعطيك الخير، شكرا لك، شكرا جزيلا. نشكر جميع المشاركين اللي بقاو معنا اليوم وحضروا معنا مؤتمر ويكي عربيه بالجزائر لسنه 2021. في هذا اليوم الاول شهدنا العديد من المداخلات، اهمها مداخله رئيسه مؤسسه ويكي ميديا ماريانا اسكندر، ثم تناولنا مداخلات اخرى من عده مشاركين تتعلق كلها باقتراحات بالمجتمع الويكيميدي. نلتقي غدا ان شاء الله في نفس القاعه، قاعه الهوجر. ولكن قبل النهايه نشكر جميع الاشخاص وجميع المجموعات اللي سهرت على قيام بهذا المؤتمر، نشكر الفريق التقني وكل الاشخاص اللي وقفت وساهمت من بعيد او من قريب لنجاح هذا المؤتمر. مرحبا بكم مره اخرى، نلتقي غدا ان شاء الله.